عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جيت من بعد غيبه طويله، سمحوا لي واخا تعطلت عليكم، كان تعطل ما كان ديرش لي فيديو حتى كنجيب الجديد والحصري عند قفطان يسرى. هذه البنات جليلبه اللي هي في صلصه مخزنيه، جليلبه اون نوار جايه رائعه كتحمق. طزناها بواحد الطريزه بالبيرل جايه غزاله، خدمناها بواحد دو كولور ديال الفيولي اللي هما مختلفين. درنا لها واحد شويشيه هنا في الثوق، والغابيل ديال شويشيه درناهم في الاكتفات. جايه فريمون رائعه وراقيه، شي حاجه اللي هي شيك و اوريجينال. ها نتوما فريمون جلبه غزاله، توبها غزال ومطلوق، ولا كوب كما قلت لكم مخزنيه كتلبسها الضعيفه والغليظه ما كترصيش لا الطي. فريمون جلبه اللي هي راقيه وشي حاجه اللي زوينه ونرجع على لا طوندونس. ونتمنى يعجبكم هذا الموديل. ها نتوما شوفوا كيفاش دايره، شوفوا القبيب ديالها، القبيب ديالها توا بالشبيشيه ديالو. ها نتوما فريمون جليبه اللي رائعه وراقيه. كنت غادي تطيحي. نتمنى يعجبكم هذا الموديل البنات، وندوزو للموديل اللي تابعو. عرفتوا علاش اللي حمقاتني ما قدرتش كنحيد عليها عينيا. ندوزو للموديل اللي تابعها البنات. شوفوا لي هاد الجلبه تاعي شحال غزاله رائعه كتحمق. هادي جلبه في البلون، جلبه بالسروال فريمون رائعه، ما عرفتش نوصفها لكم. هانتوما عندها السروال ديالها فلوري با تيليفون، وخدمناها بالبلوغوا وبواحد السفيفه اللي هي سبيسيال كنديروها غير حنا. راه كنت درت فيها جلال بشحال هادي. هاد السفيفه البنات هانتوما باللوينات كتحمق. نشوف لكم يمات ديالها كيفاش دايرين، ملي كربتي عليا الكميمات تاعها رائعين غزالين. وخدمناها بالبلوغوا وبالالوان جايه كتحمق. راه هذه البنات راه طاي صغيره، وغندوز لكم الثانيه ديالها اللي هانتوما شوفوا على القبيب اللي فيها طاي كبيره. هانتوما درنا لها الفساقي كبارين، جايه فريمون بحال الا لابسه شي اونصامبل، شي حاجه اللي هي فريمون عصريه. وجلبات اللي ما منتشرينش وما كاينينش، وموديلات اللي ما كيتعاودوش كتلقاوهم غير عند قفطان يسرى. يعني كاينين الناس اللي هما دواقين ما تيبغيوش يلبسوا داكشي اللي مثلي بزاف وموجود في السوق، وانا كنحاول ندير لكم جلبات اللي هما يعني جلابه مغربيه بلمسه عصريه. ونتمنى يعجبكم هذا الموديل، وندوزو للموديل اللي تابعو. قربي لي شويه نوريو غير لي كولور، فريمون راه لي كولور تاعها رائعين. فريمون جلبه راقيه وغزاله، فنه 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 ديال تو لي جوغ ديال الخريج ديال الحضور. فريمون راقيه وشيك وشي حاجه اللي هي كلاس وما دايراش. وندوزو للموديل تاعو البنات. شوفوا لي عاوتاني على الجلبه شحال جايه رائعه وراقيه. كيف ما قلت لكم الموديلات راه ما كيتعاودوش، حتى الا تعاود شي موديل كيتعاود بشكل واحد اخر، يعني باش ما كيجيش داك الشيء مطلي. وفهمتي كل مره كتلبس الجلابه ديالها يعني بوحديتها ما كتعاودش. كيف ما كنقول لكم الموديل لا تعاود، كتعاود فيه جوج بياسات اولا ثلاثه، القليل الكثير الا كثرنا اربعه، وكتكون كل وحده مختلفه على الثانيه. والناس اللي كيسولوني كيفاش يدوز لا كوموند ديالهم، كنخلي لكم نيميرو ديال الواتساب، كتسكريني الموديل اللي عجبك وكتصيفط ليا في واتساب، كنقول لك لو بري وكنصيفطو لك لا ليفريزون داخل وخارج المغرب. واللي باقي ما دارتش ابوني دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. ما تنساونيش من اللايك ديالكم ومن التعليق الزوينين ديالكم. ها نتوما هاد الجلبه حتى هي بيضاء، ودرنا ليها سريويت با تيليفون اللي هو شارلي ملتي كولور فلوري كيحمق. وخدمناها بالفوشيا، هذه راه حتى هي عريضه ومخزانيه، يعني كتلبسها الضعيفه والغليظه ما كتراسيش لا طي نهائيا. التوب تاعها غزال ومطلوق. هانتوما هاد الشفه كنديرها سبيسيال ديالي، يعني ما كيخدم بها حتى شي واحد، كتجي رائعه وراقيه يعني معروفه بها فريمون. السفيفه اللي هي زوينه، وما نقولش لكم لا فينيسيون كيفاش دايره. والموديل فريمون راقي ورائع، ودرنا ليها الفسيحات البنات في جناب، شوفوهم. انت غادي تطيحي بشوي عليك. ها نتوما الفسيحه قطعتي كاع الشجره، الفسيحات في الجناب. ها نتوما فريمون كتموت بالضحك صاحبتي، انت تعلقتي في الشجره. ها نتوما فريمون جلبه راه راقيه ورائعه، وشي حاجه اللي ما دايراش كتلبسيها وانت مرتاحه فيها. شو راه ماتت بالضحك، كانت غادي تطيح.
كيف ما قلت لكم جلي البنات، البنات راه ديال تو لي جور، ديال الخريج، ديال الحضور، اولا نستقبلوا بهم الضياف عندنا في الدار. فريمون شي حاجه لي زوينه، الموديلات راه راقيين وما دايرينش، والبياسات ما كيتعاودوش، والاثمنه جد مناسبه. هانتوما فريمون راه التوب تاعها طايح ومطلق مطلق، رائع جلبه واعره. كيف ما كنقول لكم دائما الجديد والحصري عند قفطان يسرى، يعني جلبات اللي كيتصايبوا بذوق رائع، وكاينين بزاف الناس الذواقه اللي كتبغي جلبات. كيف ما كنقول لكم ما منتشرينش موديلات كتلبسهم بوحديتها. ونتمنى يعجبكم هذا الموديل وندوزو الموديل اللي تابعو. البنات شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل شحال رائع، اغسل كيحمق. هذه البنات جلبه اللي هي من القدام نوار، وخدمناها بالبيستاش وبلو جون، وفيها دي بيرل بلاتي نشوفو هكاك. هانتوما بالصفه ديال الضفيره جايه غزاله كتحمق. درنا ليها الكميمات فلوري، ودرنا ليها الظهر ديالها كل فلوري بشي الوان اللي هي رائعه، يعني جلبه اللي غزاله. نتوما نقولش لكم كيفاش داير لا فينيسيون، الفصاله مخزانيه كتجي غزاله. غير البنات هذه درت لكم معاها اكسبريس سروال، هي نورمالمون جلبه كتلبس بوحديتها، غير حنا درنا معاها السروال على حساب البنات العيالات اللي ما كيبغيوش يعريو رجلاتهم، اللي ما كيبغيوش زعما يلبسوا جلابه قصار باردون، حيت كاينه اللي كتعجبها الجلابه قصيره، كاينه كتبغي جلابه طويله. وهذا الموديل كيجي غزال هكذا مخزاني، فاش كتكون جلابه قصيره كتبان راقيه وزوينه. وحنا الناس اللي كيبغيو كيف ما قلت لكم، كاينين شي عيالات اللي ما كيبغيوش يلبسوا جلابه قصيره، هانتوما حتى مع السروال جات فنه غزاله كتحمق، فريمون رائعه وراقيه. ودرنا لها الكميمات ديالها الغابيل ديال التوبلي في الظهر، وخدمناهم بلو جون، يعني لو جون دوف. فريمون جلبه ليا رائعه وزوينه، وموديل لي هو حصري، ما تلقاوش غير عند قفطان يسرى. وبلات ما تنساوش تابعيني على انستغرام ولا الفيسبوك، واللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا تواصل معايا. هانتوما هنا راه كاتسكين الضو مزيان، كيبان كتبان لا كولور مزيانه كيفاش دايره. وندوزو الموديل تبعو البنات. شوفوا لي عاوتاني هاد الجلبه شحال جايه راقيه ورائعه كتحمق. هذه جلبه في النوار، هانتوما القدام ديالها نوار، واللور ديالها فلوري، واحد التوب اللي فيه دي كولور واعرين زوينين، وخدمناها بلورانج، واحد الضفيره جايه غزاله، عرفتي الخدمه رقيقه وغزاله. ودرنا ليها سمحوا لي صوتي عيان حيانه شويه، درنا ليها واحد الخريطات في الجناب. هانتوما جايه فنه غزاله، جلابه اللي كانت قبل منها كيف ما قلت لكم لبسناها مع السروال، لان كاين اللي ما كتبغيش تلبس جلابات قصار، وهذه درناها بلا بانطالون. جايه فريمون رائعه وراقيه، الفصاله مخزانيه، عرفتوا راه ما نقولش لكم لورونج كيفاش عطى مع النوار، عطى فريمون جا غزال ورائع. ودرنا لها قبيب في النوار، هانتوما شوفوا لي التويو كيفاش داير. المهم جلبات اللي هما راقين ورائعين، ما تلقاوهمش غير عند قفطان يسرى، شي حاجه اللي ما دايرهاش في السوق. والموديلات اش غنقول لكم، جلبه كتنسيك بالاخرى، يعني موديلات راقين ورائعين فريمون زوينين. واللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا تواصل معايا عبر الواتساب، كنديروا لا ليفريزون في المغرب كامل وخارج المغرب. واللي كيسولوني على لا كوموند كيفاش يدوزوها، كتسكرين الموديل اللي عجبك كتصيفط ليا في الواتساب، كنقول لك الثمن، والثمن راه جد مناسب. وكنديروا كيف ما قلت لكم لا ليفريزون داخل وخارج المغرب. وما تنساونيش البنات اللي باقي ما دارتش ابوني، دير ابوني ولايك وتبارطاجي مع الاهل ومع الاصدقاء. ما تنساونيش من التعليق الزوينين ديالكم اللي كيشجعوني. وكانت هذه اخر جلبه في هذا لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. واللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، وش يعاوننا دائما الجديد والحصري عند قفطان يسرى. واللي ما شريت نزه، وكيف ما قلت لكم ما نساوش تتابعوني على انستغرام ولا الفيسبوك وعلى تيك توك، كنحط تما دي فيديو ودي فوتو. ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. بسلام عليكم.